قد علمت أيها العبد أن الدنيا مضمونة لك، مضمون لك ما فيها، مضمون لك ما قسم لك منها، مضمون لك ما قسم لك فيها، ما قدر يكون دع الهموم، همك واهتمامك محسوب عليك. مولانا الشيخ عليش، انتوا احناف افغان؟ نعم، الشيخ عليش المالكي رضي الله عنه. فقد علمت ان الدنيا مضمونة لك، مضمون لك منها ما يقوم بأودك، والآخرة مطلوبة منك أي العمل لله تعالى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فكيف يثبت لك عقل أو بصيرة واهتمامك فيما ضمن لك اقتطعك عن اهتمامك بما طلب منك؟ حتى قال بعضهم إن الله ضمن لنا الدنيا وطلب منا الآخرة، فليته ضمن لنا الآخرة وطلب منا الدنيا. وأتى قوله تعالى نحن نرزقك، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك، نحن نرزقك عفوا. قال على هذه الصيغة ليدل ذلك على الاستقرار والدوام، بمعنى لأن قولك أنا أكرمك ليس كقولك أنا أكرمتك. عندما أقول أنا أكرمتك في الماضي أكرمتك وانتهى الأمر كفى، لكن أنا أكرمك على الدوام والاستمرار، أي أن كرمي دائم لك. فإذا كان الدائم سبحانه وتعالى الباقي الدائم هو الذي يعد بأنه هو الذي يرزق، فرزقه دائم باق دائما إن شاء الله. لأن قوله أنا أكرمك يدل على إكرام بعد إكرام، وقولك أنا أكرمتك لا يدل إلا على أن ثم إكراما كان وقوعه فيما مضى من غير أن يدل على التكرار والدوام. فقوله تعالى نحن نرزقك أي رزقا بعد رزق، لا نعطل عنك منتنا ولا نقطع عنك نعمتنا، وكما تفضلنا على العباد بالإيجاد، وكما تفضلنا على العباد بالإيجاد فكذلك أيضا قمنا لهم بدوام الإمداد. نعمتان ليس لهما مثيل في الوجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد لأن الحق تعالى أوجدنا من عدم، ولا أحد يوجد من عدم. ونعمة الإمداد كما أوجدك من عدم أمدك من فضله ونعمته سبحانه وتعالى الدائم، فهو الموجد وهو المتفضل والممد دائما. ثم قال تعالى والعاقبة للتقوى في الآية، والعاقبة للتقوى، كأنه تعالى يقول نحن نعلم إذا تبدلت لخدمتنا، تفرغت لخدمتنا لعبادتنا تبتلا لطاعتنا، وتوجهت لطاعتنا للعبادة والطاعة معرضا عن أسباب الدنيا، أي أن يكون اعتقادك فيما عند الله لا في الأسباب، تاركا للدخول فيها والاشتغال بها، لا يكون رزقك فيها رزق المترفين، ولا عيشك عيش المتوسعين، ولكن اصطبر على ذلك
فإن العاقبة للتقوى. إن اتقيت الله في طلب الرزق بما يكفيك ويقيم أودك، وتفرغت لعبادته ولمعرفته ولذكره، فالعاقبة للتقوى. إن صبرت على ذلك فالعاقبة للتقوى، لأن الصبر على ذلك من التقوى. فإن استبرت على ذلك فالعاقبة للتقوى. ولذلك قال تعالى، أو كما قال تعالى في أول الآية الأخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لماذا خص الله تعالى بالتقوى، خص التقوى بالعاقبة، وأهل التقوى لهم مع العاقبة العيشة الطيبة في الدنيا؟ لماذا خصص التقوى بالعاقبة والعاقبة للتقوى؟ ولماذا جعل العيشة الطيبة لأهل التقوى في الدنيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ يعني التقوى أو المتقين ليس في الآخرة فقط، في العاقبة فقط، ولكن أيضا في الدنيا يحيا حياة طيبة. ربما يكون في عز البلاء، ولكنه بجنب الله تعالى حياته طيبة، هو في غاية السعادة، ولا يشعر بهذا البلاء الذي ربما يكون من يحيا حياة طيبة بمفهوم الناس من الناحية الحسية والمادية. ربما من يعيش في القصور ويحيا حياة المترفين من الأمراء والملوك، ربما يكون في عيشة ضنكة، في غاية البلاء وفي غاية الحزن وفي غاية الألم. وهذا المتقي الذي يعيش عيشة العبيد، وربما مبتلى بابتلاءات كثيرة، ومع ذلك فهو يحيا حياة طيبة وفي غاية السعادة التي ربما يفتقدها غيره ممن يحسدهم الناس. لما دخل مولانا الإمام أبو حنيفة إلى المسجد، فوجد على باب المسجد رجل مقطوع الأيدي والأرجل، أعمى، أصيب بالجذام، بمرض الجذام، عافانا الله وإياكم منه، وهو يجلس على باب المسجد ويشكر الله ويحمد الله. فقال له الإمام أبو حنيفة: على ماذا تحمد الله يا عبده؟ تحمد ربنا على إيه؟ أنت بك كذا وكذا وكذا، على ماذا تحمد الله يا عبده؟ قال: اذهب عني يا بطال. قال له: سألتك بحق، أنت رجل مصاب بالجذام، مقطوع الأيدي والأقدام، كف بصرك وتحمد الله، أريد أن أعرف. قال: على أن وهبني لسانا ذاكرا، على أن وهبني لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. هو في غاية البلاء لكنه في غاية السعادة، وبيحمد الله على هذه السعادة. فأهل التقوى يحيون حياة طيبة في الدنيا أيضا، فليست العاقبة فقط للتقوى، من اتقى الله فيحيا حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة.
فاعلم أن الله تعالى يخاطب العباد على حسب عقولهم، فكأنه على حسب عقولهم ودرجاتهم، وإن كل منا إلا له مقام معلوم. هم درجات عند الله. أيها العباد، إن نظرتم أن لأهل الغفلة والعدوان بداية، فلأهل التقوى والإيمان نهاية، والعاقبة للتقوى، أي لا تغتروا بما في أيدي أهل العدوان والغفلة من نعم ظاهرة، فهذه البداية، أما التقوى والعاقبة فلأهل النهاية. فلا تغتروا ولا تحجبوا، لأن في ذلك امتحان للناس، فالعاقبة للتقوى. فخطاب العباد على حسب ما تصل إليه عقولهم وتدركه أفهامهم، كما جاء الله أكبر وإن كان غيره لم يشاركه في الكبرياء، ولكن لما كانت النفوس تشهد كبرياء الآثار، يعني كبرياء الإيه؟ الأثر الظاهر، الأسباب، كبرياء الناس، فقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فكأنه يقال لها: إن كان ولا بد وشهدت لشيء كبرياء، فالله تعالى أكبر منه وأكبر من كل كبير. يعني في الحقيقة عندما تقول الله أكبر، وفي الحقيقة لا كبير إلا الله سبحانه وتعالى، وليس هناك كبير، ولكن يتنزل سبحانه وتعالى إلى عقول الناس، لأن البعض يرى في الناس كبيرا، فهو يريد أن يحدث الناس على قدر عقولهم. إن كان يعتقد أحد أن هناك كبير، فالله أكبر من كل كبير، لكن في الحقيقة لا كبير إلا الله. ها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن أحياء ونحن قائمون، ولكن على الحقيقة لا حي إلا الله ولا قيوم إلا الله، وليس لمن دونه حياة ولا قيومية، دي على الحقيقة. فهو يتنزل ليخاطب الناس على قدر عقولهم، كما جاء: الصلاة خير من النوم. فلو قيل ليس في النوم خير، قالت النفوس قد أدركت لذاته وراحته، لذات النوم بالنسبة للعقل والأسباب لا يستطيع أحد أن يستغنى عن النوم ولا عن الراحة. فلو قال ليس في النوم خير وإنما الخير في الصلاة، على الحقيقة ما استطاع الكثير أن يستوعب هذا المعنى، فسلم لها ما أدركت، كأن الحق يسلم لنا ما ندرك، في النوم راحة وخير، هذا على قدرنا وقدر بشريتنا وقدر عقولنا. فقال: ما دعوناك إلى خير مما هو خير عندك، الصلاة خير من النوم. هو أدرك أن في النوم خير، ولكن يريد أن يرفعك. الصلاة خير من النوم، خير من النوم، هذا غيب، من حيث الظاهر هو يقوم من تعب، هو في راحة النوم ويستلذ بهذا النوم، ولكنه لا يدرك ما في الغيب، أن الصلاة خير من النوم. فلما لم يدرك، فبالتالي لم يقل له أن النوم ليس فيه خير، إنما فيه خير على قدرك، ولكن الصلاة خير من النوم، لأن ما ملت إليه من المنام عرض يفنى، وما دعوناك إليه معاملة تبقى، وما عند الله خير وأبقى. يعني النوم خير ولكنه يفنى، لذته تفنى،
بفناء نومك أو بفناء حياتك، أما الصلاة جزاؤها يبقى، وما عند الله خير وأبقى. فاعلم أن الآية علمت أهل الفهم عن الله كيف يتطلبون رزقه. الآية دي بتعلم، اللي هي نحن نرزقك لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، بتعلم أهل الفهم عن الله. اللهم اجعلنا ممن يفقهون عنه ويفهمون منه ويستمعون إليه، ممكن ممن يفقهون عن الله تعالى كيف يطلبون الرزق. فإذا توقفت عليهم أسباب المعيشة أكثروا من الخدمة والموافقة. خلي بالك من معنى الدقيق الإشاري هذا. أهل الفهم عن الله عندما تتوقف بهم سبل الرزق أسباب المعيشة أكثروا من الخدمة من العبادة، وأكثروا من الموافقة والطاعة لله تعالى. فهذه الآية كأنها دلتهم على ذلك. ألا ترى أنه تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فأهل الفهم عن الله، أهل الفهم عن الله يفهمون من هذه الآية لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كأن الذين يفقهون عن الله تعالى ويفهمون عنه كأنه يقول لهم إن توقفت بكم أسباب الرزق، إن توقفت بكم أسباب العيش، أكثروا من الخدمة من العبادة التي خلقك لها واصطبر عليها واجتهد لموافقة الحق سبحانه وتعالى ما فيما طلب منك يا ولدي، كما قال ذي النون المصري رضي الله، يا ولدي لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، أن توافق الله في السر والعلن، في المنشط والمكره، في السراء والضراء، في الفقر والغنى، في الصحة والمرض، في الظاهر والباطن، لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع النبي إلا بالمتابعة، ولا مع الناس إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالمحاربة. فأن تجتهد في موافقة الله وفي العبادة والخدمة، حين ذاك دلك على الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فجاء الوعد بالرزق بعد أمرين، أمر الأهل بالصلاة والآخر الاستبار عليها. أمر بالصلاة هذه الخدمة والصبر عليها، ثم بعد ذلك قال نحن نرزقك. ففهم أهل المعرفة بالله تعالى أنه إذا توقفت عليهم أسباب المعيشة قرعوا باب الرزق بمعاملة الرزاق. كأنه أفهم أهل الفهم عنه، إذا توقفت عليكم أسباب الرزق فاطرق باب الرزاق، دلك على باب الرزاق بمعاملة الرزاق سبحانه وتعالى، أي بموافقته في أحكامه والقيام بأمره وعبادته، لا كأهل الغفلة والعمى. لأن واحد يقول لي والله ما أنا عاطل، هو ما بشتغلش وقاعد بصلي، لكنك تصلي لأن عندك وقت فراغ، أو لأنك تختبر الله سبحانه وتعالى، بتقول طب أنا بصلي هو اديني. لا،
ده أهل الفهم عن الله يثقون بما عند الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بما قسم لهم ويعلمون أن ما هم فيه الآن هو الخير إلى أن يخرجهم الله مما هم فيه. مفهوم المعنى ده؟ يعني أولا يثقون بما عند الله من رزق ويفهمون ذلك، وعندما يطلبون الرزق بعبادته فهم يثقون في أنه رازقهم لا محالة، ولكنهم أيضا في المقابل يثقون بأن ما هم فيه وما أقامهم فيه من حال هو الرزق المناسب لهم الآن، فإن أبقاهم على ما هم فيه فهذا ما قسم لهم فهم واثقون من قسمته، زي أهل الصفة إن شاء الحق سبحانه وتعالى وفتح على النبي ببعض الطعام طعم، وإلا فهم ناظرون إلى الله لا يسألون الناس إلحافا. أما أهل الغفلة والعمى إذا توقفت عليهم أسباب الدنيا ازدادوا كدحا عليها. أهل الغفلة إذا ما توقفت معهم أسباب الدنيا ازدادوا كدحا واجتهادا فيها وتهافتا فيها بقلوب غافلة وعقول عن الله ذاهلة، لأنه يثق في السبب لا في مسبب السبب. وكيف؟ زي ما بقول مولانا الشيخ الجمل شيخ ابن عجيبة يقول: الناس تقضي حوائجها بالاجتهاد فيها والكد والسعي وراءها، ونحن نقضي حوائجنا بالانشغال عنها بالله عز وجل، ونحن نقضي حوائجنا بالانشغال عنها بالله عز وجل. لأن الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي ها أعطيته خير ما أعطي أو ما أعطي السائلين. فهم أهل الغفلة غافلون عن الله ذاهلين، وكيف لا يكون أهل الفهم عن الله تعالى كذلك؟ وقد سمعوا الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. إزاي أهل الحضور وأهل الفهم عن الله لا يلجؤون ولا يقفون ولا يطرقون باب الرزاق، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، وهم يفقهون عن الله لا بالواسطة فيطرقون البيوت من أبوابها. فبيت الرزق من بابه سبحانه وتعالى، وباب الرزق هنا التقوى والموافقة لله تعالى والعمل لله. وجبت؟ طيب نختم ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ومن قلبي علت والدار كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.